تكسب هذه القلة المعزولة المبغوضة من الشعب المصري كله. أقول للمجلس العسكري إن الشعب قال الانتخابات أولا وقبل كل شيء، وقال الذهاب إلى الانتخابات فورا، ونحن نرفض القرار بتأجيل الانتخابات إلى ما بعد سبتمبر، والشعب يرفض هذا الأمر. لا بد من الانتخابات أولا وسريعا كي يستقر هذا البلد، وكي نقطع الطريق على كل من يريد القفز على السلطة في مصر، كما أننا نرفض المبادئ فوق الدستورية التي أعلنوا أنهم يريدون أن يقروها وأن يضعوها وأن يضعها العلمانيون. كل ذلك مرفوض. ليس هناك فوق الدستور إلا القرآن، فالقرآن فوق الدستور، القرآن فوق الدستور.